بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نبدأ أول درس على بركة الله يتعلق بهذه الدورة التكوينية. كما ذكرنا سابقا، فإن هذه الدورة تنقسم بصفة عامة إلى ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو معالجة النقاط الطبوغرافية، ومن ثم رسم التخطيط الأفقي للطريق أي لوتراسيون بلون دو لا روت مع المقطع الطولي لها لو بروفيل لون دو لا روت في برنامج الأوتوبيست. ومن ثم ننقل كل العملية في المحور الثالث إلى برنامج البيست، بحيث أننا نرسم أو نصمم البروفيل أون طرافي تيب دراوت، ومن ثم نسقطه على كل المشروع ونخرج أو نستخرج المخططات وكذلك الوثائق اللازمة للتوقيع. ومع الكشوف التقديرية أو أشوف الكمية المتعلقة بهذا المشروع أو مشروع إنجاز طريق. أول إشكالية مطروحة في النقاط الطبوغرافية هو كيف تتم عملية الرفع والتوقيع الطبوغرافي، يعني عملية الرفع الطبوغرافي كيف تتم عمليا في الموقع. كما معلوم أعزائي المتمهنين والمتربصين أن عملية الرفع الطبوغرافي هي العملية التي تسبق أي دراسة للطريق، وهي بصفة عامة تسبق أي دراسة لأي منشأة. عملية الرفع الطبوغرافي أو تسمى باللغة الفرنسية l'opération de levé et l'implantation topographique. l'opération de levé topographique هي عملية تتم على مستوى على مستوى الموقع. نفرض أنه لدينا هذا الموقع، وعبارة عن جبلين يمر بينهما ممر مائي أو وادي أو شعبة. مع وجود هذا المنحدر الذي يدعى باللغة الفرنسية لورافان، مع وجود بعض الشجيرات أو الأشجار، هناك سكنين مع وجود مسلك يؤدي لهما، ووجود طريق طريق رئيسي يمر على الموقع. هذا التمثيل البياني يمثل المنظر العلوي لهذا الموقع. كما ترون أعزائي المتربصين أن هناك خطوط تمثل مستويات ذات منسوب واحد، يعني هذه الخطوط تربط بين النقاط ذات مستوى واحد وذات منسوب واحد، تدعى الخطوط الكونتورية. إذن الجبل الأول، المنظر العلوي له يمثل هذه الخطوط الكونتورية، والجبل الثاني المنظر العلوي له يتمثل في هذه الخطوط الكونتورية. كل خط كونتوري يمثل نقاط لها منسوب أو مستوي أو مستوى واحد. الممر المائي أو الشعبة أو ما يدعى بالوادي يتمثل في خطين اثنين كل خط يمثل بداية المنحدر أو الجزء العلوي للمنحدر. لورافا الذي كان ظاهرا في التمثيل الأول، لورافا هذا الرافا يمثله المنظر العلوي له يتمثل في هذا التصميم، الجزء العلوي للمنحدر والجزء السفلي للمنحدر مع وجود هذه الخطوط التي تمثلنا المنحدر. المنظر العلوي للطريق يتمثل في حافتين، الحافة الأولى عبارة عن خط مستقيم، والحافة الثانية خط مستقيم ثاني، المسلك كذا مثله. المنزلين المنظر العلوي لهما يتمثل في مربع أو مستطيل، الأشجار تمثل في دوائر أو خطوط أو منحنيات تشبه الدوائر. إذن عملية الرفع الطبوغرافي لهذا الموقع تتم عن طريق النقاط طريقة النقاط. هذه النقاط تدعى النقاط الطبوغرافية. كل تفصيل معين يكون إنشائي أو طبيعي يرفع عن طريق النقاط. هذه النقاط
هذه النقاط تمثل من طرف المساح الطبوغرافي في الموقع بطريقة خاصة. كل تفصيل معين كما ذكرنا سابقا يرفع عن طريق النقاط. مثلا هذا المنزل يكفي رفعه عن طريق أربع نقاط، أربع حواف لكات كوان. المنزل الثاني كذلك. مثلا الخطوط الكونتورية يجتهد المساح الطبوغرافي في تمثيلها على الموقع، ولو أنها غير واضحة في الموقع فهو تمثيل بياني فقط، ولكن يجتهد المساح الطبوغرافي في أخذ مجموعة من النقاط التي تشابه بصفة تقريبية الخطوط الكونتورية. الجبهة الثانية كذلك. إذن حافات الطريق هي كذلك نأخذها عن طريق رفعها بمجموعة نقاط، المسالك بمجموعة نقاط، الأشجار كل شجرة تمثل نقطة طبوغرافية واحدة، كذلك الأرضية تمثل بنقاط متبعثرة ديسبرسي. إذن ينتج لدينا في الأخير مجموعة من النقاط تدعى سحابة النقاط الطبوغرافية، لونياج دو بوان توبوغرافيك، تدعى سحابة النقاط الطبوغرافية أو لونياج دو بوان توبوغرافيك. كل نقطة لديها اسم يدعى لو ماتريكول أو معرف النقطة. فمثلا هذه النقطة تدعى بيترونت، وهذه النقطة تدعى بيترون دو، وهذه النقطة تدعى بيترون سانك. للمساح الطبوغرافي اختيار هذا المعرف. كل هذه النقاط الطبوغرافية يجب أن تكون مرفقة أو مربوطة بمعلم متعامد ومتجانس ثلاثي الأبعاد X, Y, محور X ومحور Y ومحور Z. أي كل نقطة تكون معرفة على معلم أو مربوطة بمعلم متعامد ومتجانس ثلاثي الأبعاد لديه المحور X والمحور Y والمحور Z. إذن كل نقطة سوف يكون لديها فاصلة على المحور X تدعى مثلا X بيترونت، ولديها ذلك ترتيبة على المحور Y وهي Y بيترونت، وكذلك لديها منسوب معين على المحور Z. كل نقطة كذلك تحتوي على أو تنتمي إلى عائلة معينة تدعى لو كود. فمثلا هذه الثلاث نقاط بيترونت اي بيترونت 6 اي بيترونت 7 تنتمي إلى عائلة واحدة وهي الاش تي. للمساح الطبوغرافي اختيار اسم الكود أو تمثيل الكود. الكود قد يكون تمثيل حرفيا كود اون لتر أو تمثيل رقمي كود اون شيفر. ففي المثال الآتي الكود كان تم أو تم عن طريق اللتر اش تي. فمثلا اش تي هي اختصار لأو طالو، أو طالو يعني الجزء العلوي للمحاضر. وهذه النقاط مثلا الآتية لديها العائلة بي تي وهو كود انتحى وهو بي تي. بي تي باختصار با طالي، كما ذكرنا سالفا اعزائي المتربصين انه اختيار اسم الكود يكون من طرف المساح الطبوغرافي. فمثلا هذه النقاط لديها الكود ار وهي اختصار لاربر شجره اربر. وهذه النقاط مثلا الثلاثه او الاربعه لديها عائله سي كونستريكسيون واختصار ل الكلمة الفرنسية construction C. هذه النقاط لديها عائلة P بيست، وهذه النقاط المتسلسلة لديها عائلة R. إذن المساح الطبوغرافي سوف يمد لأي نقطة طبوغرافية خمس أمور أساسية، وهي المعرف أو الماتريكول، الفاصلة وهي X، الترتيبة وهي Y، المنسوب وهو Z، وكذلك عائلتها وهو الكود ماتريكول X Y Z اي كود. يعيد المساح الطبوغرافي تلبيس النقاط الطبوغرافية بمستقيمتها التي كانت موضحة في الموقع.
فمثلا النقاط التي تحمل نفس الكود R تربط بمستقيم معين، وكذلك المستقيم الثاني. النقاط التي كانت لديها العائلة B تربط بمستقيمات معينة، وكذلك النقاط التي كانت لديها كود C تربط بمستقيمات معينة. هذه المستقيمات تدل على تفاصيل الموقع حين الرفع، حين مهمة الرفع الطبوغرافي. يتشكل من جديد عند انتهاء عملية التلبيس أو لابياج دو لوفي توبوغرافيك، يتشكل تمثيل بياني رسمي على المخطط للموقع الطبوغرافي، والذي يتم خلاله اتخاذه كسيبور، كحامل للدراسة، يعني تتم الدراسة المخططات، دراسة الطريق. كل نقطة طبوغرافية مهم جدا هذا يا جماعة، كل نقطة طبوغرافية لديها X و Y و Z معين بالنسبة إلى محور ثابت وغير متحرك. المعلم يجب أن يكون ثابت في المستوى في الموقع، فكل معلم يثبته، فالمعلم يجب أن يثبته المساح الطبوغرافي حين بدئه بعملية الرفع الطبوغرافي، وهذا المعلم سيظل ثابتا إلى حين أشغال إنجاز التوقيع الطبوغرافي للطريق. لتثبيت المعلم يجب أن يكون لدينا على الأقل نقطة طبوغرافية واحدة، وهي موقع الجهاز X أباراي و Y أباراي مع تثبيت اتجاه الشمال وهو اتجاه محور لزيجراك. إذا المعلم يجب أن يثبت عن طريق تثبيته بنقطة معينة يختارها المساحة الطبوغرافية، وهي نقطة الجهاز X أبليكاسيون أباراي و Y أباراي، وكذلك اتجاه الشمال الذي يفرضه المساحة الطبوغرافية وهو اتجاه لزيجراك. كما ذكرنا سابقا يا جماعة أن كل نقطة طبوغرافية تتميز بماتريكيل وهو معرفها، وكودها اللي هو العائلة، وفاصلتها الأردني، وفاصلتها وهي الأبسيس، وترتيبتها وهي الأردني، وكذلك لاتيتيود الذي يتخذ بنفس الطريقة الأولى. فعند ثبيت زد معين للجهاز يختاره المساحة الطبوغرافية في الموقع. فعند تثبيت زد الجهاز يتمكن الجهاز من معرفة زد أي نقطة طبوغرافية في الموقع. إذن بهذا قد قدمنا لكم تعريف موجز عن كيفية الرفع الطبوغرافي.